موضوعات كتيرة جدا، لأن كل ما بنقترب من نهاية الدوري العام الناس كلها بتبتدي ترتجف، لأنه خلاص الدوري العام فاضل له بالنسبة للنادي الأهلي 5 مباريات، هناك أندية أخرى فاضل لها 3 مباريات، أندية تانية فاضل لها 3 مباريات أو 6 مباريات، نادي الزمالك فاضل له 6 مباريات، وبقية الأندية فاضل لها حوالي 3 مباريات. النهاردة هتتلعب مباراة فاضل 2، نادي الأهلي فاضل له 5 مباريات. وعندما يقترب الدوري من نهايته الدنيا بتبقى صعبة جدا جدا جدا. عشان كده كل ما حد يشوفني يسألني سؤال، وسؤال مهم وأنا حبيت أن أنا أجاوب عليه النهاردة تحديدا، النهاردة تحديدا هجاوب لحضراتكم على هذا السؤال، لأن السؤال ده بيتقال لي من الجميع أو كل الناس بتسألني، هو ليه الأهلي لم يطلب حكام أجانب؟ لماذا لم يطلب النادي الأهلي حكام أجانب؟ طيب خلوني أبدأ بس مع حضراتكم واحدة واحدة، وكلام هجيبه لكم بالصور وبأسماء الحكام وبكل شيء، علشان دايما أنتم متعودين مننا على كده. النادي الأهلي لم يطلب حكام أجانب، أولا لثقته الشديدة جدا جدا في الحكام المصريين، ده أولا. ثانيا دايما عارفين أن في أخطاء بتحصل، أخطاء ضد النادي الأهلي، وأكتر نادي تعرض للأخطاء خلال الفترة اللي فاتت هو النادي الأهلي، الكل يعلم كده. وهجيبه لكم دلوقتي أو هجيب لحضراتكم لقطات على قد ما أقدر، على قد الحقوق اللي عندنا هجيب لكم لقطات توريكم قد إيه النادي الأهلي تعرض لحملات أو تعرض لأخطاء من التحكيم ساهمت في إن هو يخسر مباراة أو يتعادل في مباراة أو يكون كسبان ولكن بيبقى مكسب صعب شوي. لماذا لم يطلب النادي الأهلي حكام أجانب؟ أولا لثقته الكبيرة جدا جدا في حكامنا المصريين، لأن النادي الأهلي دوره مش دور أنه هو يكسب الدوري، ده الطبيعي أو ده اللي بيحصل غالبا خلال السنوات اللي فاتت، ولكن النادي الأهلي ده مؤسسة وطنية، في المقام الأول هو مؤسسة وطنية، وبالتالي دائما ما يشجع المنتج الوطني أو الحاجة الوطنية. الحاجة الوطنية اللي موجودة هي الحكام المصريين، وحضراتكم شايفين ماذا يحدث من بعض الحكام أو من بعض الأطقم اللي بتيجي من خارج مصر. في أطقم بتيجي رائعة الحقيقة جدا، أو بعض الحكام بيجوا بيبقوا عاملين مباريات هايلة جدا، وفي بعض الآخر بيجي مستوى التحكيم المصري فيه أفضل بكتير جدا جدا جدا. فده أولا، أولا ثقة النادي الأهلي في حكامنا وفي كل ما يمت لمصر بأي صلة. الوطنية هي شعار النادي الأهلي أو الشعار الدائم اللي دايما بيضعه النادي الأهلي أمام أي شيء، وطنية أو مصلحة مصر الأول وبعد كده مصلحة النادي الأهلي. وبالتالي دائما من النادي الأهلي تلاقيه واقف ورا الحكام المصريين، مهما حصل هو هيفضل واقف ورا الحكام المصريين، مهما كان بيتعرض من أخطاء ضده مش في صالحه، ضده مش في صالحه ما عندوش أي مشكلة. ولكن ال5 مباريات القادمة بالنسبة للنادي الأهلي 5 مباريات حساسة جدا 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 جدا. ال5 مباريات القادمة ستحدد من سيفوز بالدوري العام المصري، زي ما قلت لكم قبل كده، ويمكن ناس كتيرة جدا اتريقت وقالت لي ازاي ومش ازاي. انا بقول لحضراتكم ان من سيحدد الدوري العام هو، ومن سيحدد هوية الدوري العام هو لاعيبة النادي الأهلي نفسهم، الجهاز الفني للنادي الأهلي نفسه. ال5 مباريات القادمة مباريات حساسة جدا جدا جدا، مش مطلوب فيها أي أخطاء، مش مطلوب فيها مثلا، وهجيبها لكم بالأسماء أهو، واحد من أهم وأفضل الحكام في مصر كابتن جهاد جريش،